بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تحية إلى جميع المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم بغيت نتكلم بواحد المناسبة، أنني شاهدت على الإنترنت واحد الشاب صحفي كنشكروه على الشجاعة وعلى الوضوح ديالو والغيرة على الوطن ديالو. كيقول هذا كيتكلم دوك الوزراء ديال جوج فرانك، هذيك ديال جوج فرانك. يعني انا اثرت عليا بزاف، معناه ان هاد الناس ما بقوش كيعتبروا المواطن. يعني شفنا بعض المناقشات ديالهم والتدخلات ديالهم لا في البرلمان ولا بعض الاجتماعات، هذه إهانة للمغربي. لماذا؟ أعوذ بالله من قلت، انا هما كيخدموا 4 سنين في البرلمان ولا 5 سنين اولا في الحكومه، كتبقى عندهم بعدا في البرلمان كنعرف كانت كتبقى عندهم 750 الف فرانك. انا 40 عام ديال الخدمه، انا هنايا في ايطاليا كنسعى في الكنائس وكنمد يدي لهاد الناس الله يكثر خيرهم هنا في اوروبا من بعض المساعدات، مختلف المساعدات عندهم هنايا، كنشكرهم بزاف جزيل الشكر. اللي بغيت نقول للمغاربه باش يعرفوا، حيت انا كندير انا غير على المغرب، وني تقدمت هنا عند القنصل الاول والثاني وطرحت لهم بعض المسائل وهما ما كاينينش هنا، ماشي على بالهم. المسائل اللي قلت لهم على الثوره وعلى المغرب، قال لك سير كتب الجزيره في قطر. يعني واحد المخابرات هنايا، واحد المخرمزات ماشي المخابرات المغربيه. اللي بغيت نقول للمغاربه، كنتناقش مع شي وحدين كنلقاهم ماشي هنايا مغاربه، يعني كيتبين لي ان واحد فوق 75% ديال المغاربه، ولو انه يكون مغربي مثقف عنده واحد دبلوم ولا جائزه ولا شي شهاده عليا، يعني كيتعتبر حاشاكم حمار الحكومه. حيت هاد الناس اللي في هاد المستوى ديال يكونوا قراو واحد المستوى ديال الاوتور، وهما كتكون الاغلبيه ديالهم حمير، كثير منهم اللي كيمشي للاحزاب. حيت الاحزاب في المغرب ولات عندنا الحزب ولا مشروع، كيمشيو للاحزاب كيدخلوا بديك الفكره ديال تحي مريض، خاصهم يضحكوا على المواطن المغربي وخاصهم يستغلوه وخاصهم الى اخره. هذا هو الهدف ديالهم، المصلحه العامه ديال البلاد ما كاينه شيء. وباش عرف ان هاد الناس كلهم اغبياء وحمير، لان النهار اللي تقترح على المغرب الحكم الذاتي، يعني اقترحوا بيكر جيمس بيكر، المغاربه داروا عليه مناظره في 2005 وقبلوه، وما خصوش يتقبل هذاك الحكم الذاتي، ماشي مشروع. وفي الاذاعه وفي البرامج مديرين به بوقا، وراه الاتحاد الاوروبي ايد المغرب على هدف، راح الاتحاد الاوروبي عنده الهدف ديالو، امريكا عندها الهدف ديالها في الصحراء، خاصهم ينوهوا بان راه الحكم الذاتي راه خطوه خطاها المغرب حسنه، ويرى خطوه راه سيئه، وتسير بالمغرب بالمغربي من سوء الى اسوء. الاخوان، هذا واحد الدستور في عهد الحسن الثاني، يعني اللي يعني هذا من حلينا محمد الخامس الله يرحمه برحمه الله، سنه 1958. وعاود المغاربه بقاو سمعوا وعاود نادو داروا دستور جديد في 2011، سمعوا وقفوا به الثوره ما كانتش في المغرب. هو هذا، يعني هذا الدستور هذا هو اصلا فهو دستور مزور، وهو هذا الدستور فهو خدعه في حق المغاربه. لماذا خدعه؟ لان المغرب نهار اللي كان مستعمر، فرنسا مستعمره المغرب ومستعمره الجزائر، دارت واحد الخلاف، واحد الحقد، العداوه ما بين المغرب والجزائر باش ما يتفقوش، باش ما يكونش، باش تكون هي فرحتها، يعني ما تكونش عندها واحد الخطوره، لان جوج دول وجيران ومستعمره ومسيطره عليهم. المهم المغرب ملي كان كيطالب بالاستقلال ديالو بغاو يحرجوه، هزو محمد الخامس في 53، المغاربه داروا ديك الملحمه، النصارى رجعوا نفوسهم، زدتهم الرعده كيف كنقولوا، ضربوا الوجع. اش داروا؟ قالوا غادي نردوا لهاد الاغبياء الملك ديالنا، ردوا محمد الخامس 56، يعني 3 سنين هو في المنفى. في 58 صابوا واحد الدستور، هو هذا اللي داروا فيه ذاك البند، هادي اللي كانوا كيقولوا البند 19 يقول ويقول ويقول،
هذاك البند 19 اللي كان في هذا الفصل هذا في الدستور القديم. الفصل 19 كان كيقول الملك، هاد شوفوا الملك امير المؤمنين والممثل الاسمى للامه ورمز وحدتها وضامن لدوام الدوله واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والصاهر على احترام الدستور، وله صيانه حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات، وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزه المملكه في دائره حدودها الحق. هذا تعبير ديال الفصل 19 اللي ما قبلوش المغاربه، لان خضرهم شي وحدين قال لهم راه هذاك الفصل 19 راه لصالح الملك، وراه الملك هو اللي يدير، وخص الملك ما يحكمش، الملك خصو يفعل ويترك واخا. راه جاوا سيدي الفصل 41، دابا غير الجمله فيه الفصل 49 في الدستور الجديد دايرين الملك امير المؤمنين وحامي حيم المله والدين وضامن لحريه وممارسه الشؤون الدينيه، يرأس الملك امير المؤمنين المجلس الاعلى العلمي الاعلى الذي يتولى دراسته القضايا التي يعرضها عليه، ويعتبر المجلس هذه آخر نشوفوا دايرين بظاهر يمارس الملك الصلاحيات الدينيه المتعلقه باماره المؤمنين. في الفصل 42 دايرين الملك رئيس الدوله وممثلها الاسمى ورجل وحده الامه وضمان دوام الدوله واستمرارها، والحاكم الاسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستوريه، وعلى صيانه الاختيار الديمقراطي وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدوليه للمملكه. ما بقاش هاي الملك ما عندوش شيء باش يديرها، ما كاين دابا شو يعني هذا نوع ديال النفاق والمنافقين. الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة، ويمارس الملك هذه المهام. هذا دابا الفصل القديم ديال 19 فيه واحد جملة، هذا راه فيه واحد فقرات 43 ثاني إن عرش المغرب يقول حقوق الدستورية إلى آخره، و 44 يعتبر الملك يعني دايرين واحد النشرة كبيرة في حقه وكيخدعوا المغاربة يقول لهم هذاك سيدي وتهناو من الملك حيدنا ليه المهام اللي كانت عنده. أيوا إذا ما معنى هذا؟ واش كتخدعوا في الشعب ولا كتخدعوا في الملك؟ الملك راه ماشي هو اللي كيمشي كيصوب الدستور بيدو، راه كاينه كتكون واحد النخبه في المجلس الدستوري هما اللي كيدرسوا كيكونوا عباقره وعندهم خبره، يعني هما اللي كيصاوبوا البنود ديال الدستور. واش هاد الدستور غير دارته لكم فرنسا وجيتو نتوما بديتو كتلعبوا به تتمايا؟ علاش دارت فرنسا هاد الدستور؟ لانه من بركه من اللي قال لهم راه الفصوات خاصو يستافدوا منه جميع المغاربه ما قبلوها شيء، وبقاو فعاد ملي طلع الحسن الثاني بقاو كي يعني كيبعدوا شيئا ما شيئا ما شيئا في الركع الحسن الثاني، حتى فرزوه وداو داروا في داكشي اللي بغاو. وباش يعني فرزوه مزيان لانه بن بركه في 62 اول دستور غادي يتعدل غادي يعدل الحسن الثاني الله يرحمه، قال لي بن بركه هذاك راه دستور ملكي غير دستور، ماشي دستور شعبي. وهذه نقطه بنوا عليها الفرنسيين ويعني وكالوا المجاز ديال الحسن الثاني وقالوا بانه حنا حامينك كما كنا حامين الاب ديالك الله يرحمه هذا الدستور. هذا هما كيحميو في هذاك الفصل 19 كيحميو الملك في المغرب، وباسم الملك في المغرب كيحميو المصالح ديالهم داخل المغرب. ملي غادي تاني طلع ثاني الحسن الثالث وغادي يجي واحد اخر ودوز قانون اخر، راه دائما الا بقى هذا الدستور دائما راه هما الفرنسيين حامين باسم الملك. هذا حنايا الا بغينا نحيدوا باش ما نبقوش حامين راسنا نحيدوا الملك راه ما يمكنش. اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، حنا ما نقدروش، الله اللي كيحيدو. ولكن حنا بغض النظر على الملك اللي ذكر الله سبحانه وتعالى في القران، نشوفوا غير هاد الرؤساء والزعماء ديال الدول العربيه اللي نبغاو الدول الشعوب يحيدوهم. مات ثلث بعض الشعوب وما حيدش الرئيس. حنا الملك ما كيربطش بيننا وبين الدستور ولا الفصل 19 ولا الفصل 41 و 42 و 43. الرابط الاساسي والضامن ديال الاساسي ديال الارتباط ديال الملك والشعب وهو البيعه والولاء. حنا في عهد الحمايه الاباء والاجداد عطاو البيعه والولاء للملوك العلويين. اليوم حنا باقين كنعطيو البيعه للملوك العلوي، اليوم حنا مع محمد السادس، ولكن محمد السادس غادي يكون معنا لانه هو كيحمينا وحنا كنحميوه، هو امانه في العنق ديالنا وحنا كشعب امانه في العنق ديالو، وهذه الامانه غتبقى مزدوجه
الى ان يرث الله الارض وعليها ما بين الشعب المغربي في المغرب والملك ديالو كما كان نوعه. لان واشنو الدستور اللي عندنا حنايا المخطط ديالنا كاينين ثلاثه المحاور او اربعه المحاور. المحور الاول وهو الاخلاص، ليس الاخلاص للملك، الاخلاص لله سبحانه وتعالى. وملي غادي يكون الاخلاص ديال الله سبحانه وتعالى غادي نكونوا مخلصين للوطن وللملك. يعني الوطن فيه مواطنين، حنا ما كنسمحوش مواطن كيف ما كان وما نسمحوش الملك. المساله الثانيه وهو او المحور الثاني وهو الدعاء. حيت الانسان اللي كيكون مسلم كيكون دائما عنده واحد العلاقه، كيقولوا العلاقه الصله ما بين العبد وربه وهي الصلاه، وكذلك الدعاء، لان الدعاء اكثر من الصلاه. الدعاء انت فرغتي من الصلاه وكتبقى تذكر الله سبحانه وتعالى وكتدعي الله سبحانه وتعالى، هذا مهم. هذا الدعاء ملي كنكونوا مخلصين لله يمكن لينا ندعوا مع قائد البلاد مع محمد السادس، وغادي يقبل الله الدعاء ديالنا لاناش حنا مخلصين وكنعبدوا الله، ونهار كامل حنا كندعوا لله سبحانه وتعالى. هنا الله كيقبل لنا الدعاء ديالنا، هذا ليس نفاق ولا مجامله، شي حميري يعتبروها بشي حاجه اخرى. ما كنتجاملش الملك انا ولا كنعرف، ما كنعرفوش فين كاين، حيت هو ما كيعرفنيش حتى انا ما كنعرفوش. واش اللي كنعرفو؟ كنعرفو شريعه الله اللي ربطتنا به، والقران الكريم يقول اللهم مالك الملك، هذا لا غير. المحور الثالث وهو النصيحه. النصيحه هي فيها عده مسائل، يعني الدين النصيحه. احنا فيما في المواطن مع بعضنا البعض نتناصح، وكذلك نقدم النصيحه الى قائد البلاد والى جميع المسؤولين، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يرضى لكم ثلاثا: ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وان تناصحوا من ولاه الله امركم. احنا دابا النصيحه اللي غنقدموها اولا لصاحب الجلاله بين قوسين، خصنا نقولوا ليه بان وراء القانون الوضعي كيسعى باش يقسم التراب الوطني، باش يقسموا الصحراء. وهذاك الاقتراح اللي اقترحه جيمس بيكر على المغاربه على الحكم الذاتي، اقترح على الشعب الصحراوي او المواطن، انا نقول المواطن الصحراوي باش ما يقبلش الحكم الذاتي، ودفعوا المجرم ديال الشباط باش يخرج من الحكومه ويكسب العصر ديال الشعب ويمشي يطالب ديك المدن ويقبل على حرب تجي الامم المتعزه. غتجي تشوف هذاك الحرب علاش؟ على مدن كاين توصيات عند المواطن الصحراوي باش يطالب هو بضبط الحدود ديالو، وهنايا غتكمل الخبزه، مشى الفوسفات وغتمشي ثاني الصحراء، غادي يعترفوا لي بالصحراء ديالو بالحدود ديالو في الصحراء. ولا المغرب هدر غادي يقول لي انت يا البارح كنتي عطيتي من الحكم الذاتي، اش هاد صافي خصهم الاستقلال دار شعب هذا. وهذيك الطريقه ديال هذاك الاعتراف ديال بالحدود المواطن الصحراوي كبوليزاريو غادي تستغلهم عن طريق الديون امريكا، وتستغل الفوسفات، تستغل البترول. اذا ضعنا شحال من عام حنا من عهد الاستعمار، قولوا لينا هاد الحكومات هاد الغبيات اللي باقيين كيسرقوا في النعل فلوس الشعب وينهبوا، يعطيونا الميزانيه ديال الفوسفات سنويا شحال كيدخل الفوسفات، وشنو العائدات ديال الفوسفات، فين مشى الربح ديال الفوسفات، اش كنديروا بالفوسفات؟ لان الفرنسيين داروا واحد النسبه مئويه كدوز للقصر، سموه المكتب الشريف للفوسفات. الى ان بعض المغاربه كيقول لك الفوسفات ديال الملك، لان هذاك الفصل اللي كان ديال 19 كيحمي الملك، كيحميه باش ياخذ واحد شويه ديال الفوسفات، الشيء الاخر كياخذوه حنا سيدي. الفوسفات يرجع علينا لهنا المغرب ونبيعوه هنايا، والمالك ما نعطيوش 15 ولا 20% اللي كتعطيه فرنسا، نعطيو 40%، نعطيو 50%، و50 ناخذوها نقسموها يلا نستافدوا منها نصابوا منها. المغاربه لا قرايه لا صحه لا عمل، وزايدين هما كيكلخوا فيهم ويزرعوا فيهم الخوف. وغادي نات ميريكان جايه باش دابا ثانيه عندنا ثاني حوض في العالم من بعد المملكة السعودية، عندها 7000 كيلومتر 5000 كيلومتر حوض، وحنا عندنا 7000 كيلومتر، وحنا الثاني، لان لا هوتير او لي بيسور ماشي بحال ديال السعودية.
والسعوديه. احنا الاجداد ديالنا والاباء ديالنا في العهد ديالهم يتاكروا مع الناس على الحج، كيقول هذوك الناس ما عندهم ما ياكلوا ما يشربوا في الستينات، في الستينات والخمسينات الناس مشات الحج قال لك السعودي ما عندهم ما ياكلوا ما يشربوا والو، قال لك اللحم كيقدوه ديال العيد اللي كيديو الناس كيضحيو تما كيقدوه كيخليوه العام كامل ياكلوا. اليوم السعوديه ملي كتمشي للمدن اللي شفتها بحال جده ولا الطائف ولا المدينه ولا مكه، بعض الماشيات كتصحاب راسك راك ما عرفتش في امريكا. البترول بغات تستولى عليه امريكا، لان هو كيف قلت لكم حنا في الستينات قالوا بان ما عندهم والو، مؤخرا قالوا بان كاين البترول في المملكه السعوديه ولات السعوديه بتشكل، ولكن البترول دخلوا قلبوا اكتشف تكتشف البترول عند المملكه السعوديه في 1831، اكرروها 1831 اكتشف يعني البترول عند السعوديه، وبقاو خادين من الامريكيين كيبحثوا وكيديو يقول لك كنجربوه، هما راه كيمصوا 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 حتى الاخر ديال الخمسينات. هذاك الشيء عاد قالوا بان راه كاين البترول في السعوديه زعما مورا الحرب العالميه الثانيه، عاد اعترفوا بانه كاين البترول في المملكه السعوديه. يعني الله سبحانه وتعالى نعم على هذه الامه بخيرات، ولكن ما بغاوش يخدموا العقل ديالهم، وما بغاوش بلا ما تخدم عقلك اخو بقى احمر، ولكن اعبد الله وطبق الشريعه وربي غادي يوفقك. انا هذاك السيد قلت لكم اللي شفتو يعني هو اللي اثر على باش خاصني بغيت نتكلم، لانه كاين شي مسائل هضر فيها مزيانه صحيحه وكنشكرو على الغيره ديالو، ولكن بعض المسائل بعد بزاف المغاربه ما فاهميش، لان كنقول كاين مستوى ديال اللي يعني قرات تخرج انه عنده واحد شهاده عليا ومثلا في مستوى ايسونس ولا دكتوره ولا هذا، ولكن كتلقى حاجاتك محمار، لانه علاش ما واعيش ما عارفش الدين ديالو ما عارفش هذه، عارف غير الفلوس كيقرا باش يخدم باش يدير الفلوس، ماشي يقرا باش يوعى باش يعرف اش كاين باش يكون عند واحد الكرامه واحد الشرف، هادشي ما كاينش عند المغاربه قليل جدا. الناس بزاف كيقرا كيقول لك خاصني نمشي ننتمي لشي حزب، قريتي وبغيت ننتمي لحزب، لان الحزب مشروع في المغرب وفيه الخداع، والخدعه بدات يعني تبينت لينا حنايا من عهد الحكومه ديال التناوب ملي دارت هذيك الانتخابات عبر اللائحه، بانه اللائحه ماشي في المستوى ديال واحد الشعب اللي هو باقي معطل فكريا، هاد اللائحه كيكون واحد الشعب اللي هو متقدم ومآمن بشي حاجه، ولكن حنا بدون اللائحه ولا هذاك الشيء حنا ما بغيناش نبقاو نديرو الانتخابات، وما بغيناش نبقاو نتبعوا الاحزاب السياسيه، وبغينا نرجعوا للشريعه الاسلاميه، والشريعة الإسلامية غادي يكون فيها ثلاثة البنود ولا أربعة الفصول، وهما يا قلنا الإخلاص والدعاء والنصيحة والتقوى. هذا هو المشروع ديال الدستور، إن شاء الله إلا قبلوه المغاربة غادي يكون عندنا في المغرب، وغادي نقترحوا على الجزائر وعلى موريتانيا، لأن راه المغرب الحدود ديالو كتبدا من طنجة حتى للسودان. الناس قسمت الصحراء ملي شدينا الاستقلال، يعني موريتانيا مشات، وهاد الاغبياء ديال الامريكيين طامعين باش يجيو ثاني ياخذوا شي حاجه من التراب ديالنا ومن التراب ديال الجزائر ويغمقوا علينا وغمقوا على الجزائر. هما دابا غامقين على داك الحمار ديال بوتفليقه معوق، وما هو ممرك هما ممرك وشادينو، حنا ما فاهمينش، حنا اغبياء. الاخرين تابعينهم متابعين الطيارات والسلاح ودعموهم وغندعموا المعارضه السوريه وغنديروا ليها وغنفعلوا نتركوا طاروا نزلوا ما يعني يتهموا الايران ما خلاو ما داروا. راني درت واحد الشريط الله يجازيكم بخير او جوج اشرطه على هذا العدو الجديد، من يكون وضد من يكون، من هو هذا العدو؟ اليوم عاد شدوا المملكه السعوديه وبدا يغسلها في المخ ديالها، وقال لي غادي تكلفي بالدول العربيه الاسلاميه باش نقوموا بمحاربه عالميا محاربة هاد الإرهاب. الإرهاب يعني دعات المحاربة ديالو هي أمريكا في عهد بوش، ملي جميع الدول اتفقوا على محاربة الإرهاب عاد بان الإرهاب، بحال كانوا دايرين شي خنيشوش كانوا سادين عليه وطلقوه بحال النحل. وهذا الإرهاب راه نعرفو شكون اللي دارو ومنين هو هاد الإرهاب ومنين جا هاد السلاح. وأنا كنقول لكم الأمم المتحدة في واحد شريط سابقا
ديما قلت لكم راه بان وراها النهايه ديالها، النهايه ديال الامم المتحده. ولهذا رجعوا لشريعه الله ونطلبوا الله سبحانه وتعالى ونقولوا اللهم يا ربي رد عليهم نشابهم ودمرهم وشتت شملهم. ويعني باش المغاربه يبقاو ديما كيتسناو في محمد السادس هو اللي غادي يحل المشكل، هو اللي غادي يفعل اي حاجه. محمد السادس ملك كسائر الملوك، انسان بشر يجب في حقه الاحترام والوقر، ولكن حنا اللي خاصنا نخدمو وخاصنا نوريو محمد السادس تكون حنايا. محمد السادس ما غاديش يعلم على جميع المغاربه واش عندهم في بيوتهم، واش قليل ولا كثير، واش واكلين ولا شاربين ولا فايقين ولا نايمين ولا صح ولا مرض، راه ما كيعرفهاش. راه ما عندوش كاميرا دايره، كان من كل بيت بيت كتبان عندو في القصر. العار الى قدام يبس حريرته مع هاد المجرمين اللي دايرين به، كيبيعوا في الكريم بسميتو، كيناخذوا بسميتو ويكذبوا عليه ويكذبوا على الشعب ويوسخوا في الشعب باش يبقاو هما دايرين بلاصتهم. راهم هاد المسؤولين اللي دايرين بالمالك اللي قراب ليه واللي في الحكومه واللي عندهم مستويات عاليه، راهم كيوسخوا في الشعب المغربي باش يحافظوا على المصالح ديالهم، لانهم عارفين بانه راه المالك محمي من جهات خارجيه، وهذوك الناس اللي حامين الملك حامين المصالح ديالهم، وهذو حتى هما كيخطوا باسم الملك. حنا بغيناهم هاد الناس الا كانوا صراحه يعطيونا الحسابات سنويا، التقارير الماليه على الفوسفات، ويعطونا يوضحوا لنا نقطه المبيعات ديال الفوسفات واش هي في المغرب ولا باقا في فرنسا. حنا راه ما كنقولوش نوضوا الناس ثورو، كنقولوا نطبقوا الشريعه الاسلاميه. انا ضد الثوره مسبقا منذ 1911، وما خليت ما كتبتش لما شد ويعني واتصلت هنا بائمه، وما كانوش عارفين بانه هذا 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 الثوره راها خاطئه. مؤخرا عاد كلشي اعترف، مؤخرا عاد سكتوا. وانا راه كمسؤولين هنا في ايطاليا عند القنصل الاول ولا الثاني، راه شرحت لهم بعض المسائل وعطيتهم رسائل وما وصلوهاش، وعلى ما بالهمش ماشي هنايا، وما باغيين يقضوا غير الغرض ديالهم ويخطفوا من هنا وما عرفتش يمشيو يبزنسوا هنا ويبزنسوا في المغرب ما نعرف. وهذا هو اللي كاين. انا هاد الناس ديال البرلمان اللي كياخذوا في التقاعد ديالهم 700 الف فرنك، وديك النهار ما عرفتش شحال قال لك السيد ياخذوا 800 ولا شنو، كيخدموا 4 سنين. انا خدمت 40 عام 40 عام في المغرب. انا هنا في ايطاليا كنسعى في الكنائس وندي لي بعض المحسنين هنا والمساعده ديال هاد الناس. الله يكثر خيرهم، الله يكثر خيرهم. هاد الناس كتعرفوا هاد الناس اللي باش تعرفوا هاد الناس ما كنكذبوش عليكم. شوف واش دايرين على هادوك الناس اللي هربانين من الحروب، هادوك النازحين كيفاش كيتعرضوا لهم ونقضوهم من البحار. وهذا على هادوك همايا ماشي مسلمين ودايرين بعمل اكثر من اسلامي. والخامجين ديال العرب الزرب المرض الوسخ كينافقوا بعضهم البعض، وكيعطوا علينا حنا كمواطنين، كيعطوا علينا صوره قبيحه في اوروبا ولا في غير اوروبا في الخارج بصفه عامه. راه كان عليكم باش تصيفطوا العلماء هنايا لهاد اوروبا اللي عندكم فيها المواطنين، جميع الدول العربيه تصيفط علماء باش يعطوا دروس، يقدموا دروس في المعامله الاسلاميه، الدين المعامله، باش ما يبقاوش هاد الناس كيشوفوا مواطن عربي اسلامي جاي من شي بلاد كيشوفوا بواحد الشوفه قبيحه، كيشوفوا فيه القتل والجرم والجرائم وما عرفتش شغنقول. علاش؟ ما كانش المجرمين كد المسؤولين في الحكومات العربيه والاسلاميه، من السعوديه الى اخر الى اخر دوله. المملكه السعوديه زادت على الشعب ديالها زادت عليه 38% بجميع المواد، وهذا الشيء طلعنا عليه في 1998. قال لك بانه ما كيفدوا دوك الجنود الامريكيين اللي ماتوا في الحرب ما بين العراق والكويت. لماذا؟ قال لك جاو قال لك جينا نحميوكم. على المملكه السعوديه علمت على شي حرب، دعات لشي حرب، حشومه عليكم تخليوا الدوله الاسلاميه بوحدها كيفرزها الديب وبالك ياكل فيها وكيضعف الشعب. خوكم الشعب السعودي كيسعاو، ما عندهمش طرق في البوادي، ما عندهمش الماء، ما عندهمش الضوء. الاوروبيين والامريكانيين عندهم في البوادي في الديور بعاد من المدن، وعندهم الطرق وعندهم الماء وعندهم الضوء وعندهم جميع ما يكون متطلبات ديال الحياه. حنا هذوك اللي في السعوديه داير ديك الفوقيه ومختفي فيها، داير ديك الرزه على راسه باش يكذبوا،
أنا عرفناهم شفناهم وبصرناهم في موسم الحج، هذيك وزارة الحج يعني أغبياء، مسؤولين أغبياء في السعودية، واعترفوا بالفكرة ديالنا واعترفوا بالرجولة ديالنا، وحتى هذوك الناس اللي كانوا في اللي كيمشيو في البعثة المغربية، يعني رحنا فضحناهم ما كاينش في السعودية اش كيديروا، بداو كيستعذروا. السعودي كيحترم امريكي ويحترم فرنسا وما يحترمش عربي يكون مسلم، عربي مغربي او جزائري او مصري ولا يماني، ما كيحترموهمش، كيهينوهم دايرينهم بحال الحيوانات، وهم امريكان راكبه عليهم هما دايرينهم حيوانات. عليكم بالله، واش تبغيو المقدسات ديالكم، تبغيو مكة يهان بها ويستهزأ بها؟ ها، لأن المملكة السعودية، المالك ديال المملكة السعودية يحترم الأمم المتحدة ولا يحترم الكعبة الشريفة، ويقدس أمريكا ولا يقدس الكعبة الشريفة كما يقدس أمريكا. النصيحة عليكم بالنصيحة إلى هؤلاء الناس، أنا كنقول الدين النصيحة. النصيحة مهمة. راه واحد الوقت كانوا كيخططوا اسرائيل على انه باش غادي يبداو الناس يمشيو يقدسوا، ولكن على اساس ان خاص الفيزا، اي دوله خاص تكون فيها الفيزا من الرياض ومن تل ابيب، معنى بغاو يبطلوا الحج لعباد الله، وما وافقهمش الله لذاك الشيء، ما وصلوش ليه. هذا الشيء راه كان غادي يكون في التسعينات، ولهذا خاص نفكروا مزيان ونفهموا، وما نبقاوش غير اللي شد شي منصب كيقول لكم انا هو انا، انت راك والو، كيف ما كان نوعك راك والو. راه القاعدة، والقاعدة لازم يكون عندها قائد، والقائد خص تكون عنده قاعدة في المستوى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.